طفلا في الخمسين، يوسف إدريس ملك المفاجآت في فن الكتابة العربية الحديثة. الإنسان كإنسان بيستعمل جميع الطبقات الجسدية الموجودة فيه في عملية التفكير وفي عملية الإبداع إذا كان إنسانا مبدعا يعني. بس أهم منطقة بتميز الإنسان كبشر وكجنس هي منطقة العواطف، لأنه الحيوانات تجد عندها عواطف، مثلا يعني تجد النعجة مثلا عندها عاطفة ناحية الخرفان الصغيرة، القطة عندها عاطفة ناحية القطط الصغيرة في فترة حاجتها إليها للوجود، إنما بعد كده بتخلص العاطفة دي. الإنسان هو بقى الكائن اللي مش بس بيحتفظ بهذه العواطف كلها، إنما بينميها ويطورها ويجعلها أساس من أسس العلاقات البشرية التي لا تتغير. وعشان كده عمر الرجل، يعني انت بتقول طفل في الخمسين، الطفل في الخمسين دي كلمة انا استعملتها لأقول للناس انه عمر الانسان مش بعدد السنين اللي قضاها في الحياة، وانما عمره بكم ونوع وفاعلية العواطف الموجودة فيه.